بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ولسه مع قصة سيدنا يوسف. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآيات: فلما ذهبوا به، لما أخذوا يوسف معهم مع إن أبوهم سيدنا يعقوب قال إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، ذهبوا بيوسف. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، طبعا سيدنا يوسف في الوقت ده طفل لسه صغير، وأوحينا إليه. قلت لكم قبل الفاصل ربنا أوحى إلى مين؟ أوحى إلى يوسف. طب أوحى إلى يوسف إزاي وهو لسه لم يبعث نبي؟ فقال علماء التفسير: أوحى إليه عن طريق الإلهام، ألهمناه ثقة واطمئنانا وأمانا، لا تخف يا يوسف. وأوحينا إليه عن طريق الإلهام الذي ألهمه الله لسيدنا يوسف: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني ربنا ألقى الثقة والطمأنينة والأمن والأمان، ونزع الفزع والخوف من قلب يوسف: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هيجي يوم من الأيام ستنبئهم أنك أخوهم. وأنبأهم عند إلقائه في الجب: أنا أخوكم، لماذا تفعلون معي هذا؟ إلا أن الحسد والحقد والبغضاء والعداوة ملأت قلوب إخوته، فكانوا لا يرون هذه الأخوة وندموا بعد ذلك، وأصلح الله حالهم بعد ذلك. لكن في هذا الموقف يعني عميت أعينهم وطمس على قلوبهم، فكانوا لا يرون إلا أنهم يتخلصوا من يوسف ليخلو لهم وجه أبيهم ويكونوا من بعده قوما صالحين كما قالوا من إيه؟ من قبل. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه ليوسف عن طريق الإلهام، ألهمناه الثقة والطمأنينة والاطمئنان والأمن والأمان، ونزعنا من قلبه الخوف والفزع والرعب، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعدين ربنا يقول بعدها: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. جاءوا في وقت العشاء، جاءوا في المساء يبكون، يعني ندموا على ما فعلوا، وارتفعت أصواتهم بالبكاء، وكأنهم يقولون لأبيهم: إننا فقدنا أخانا يوسف وندمنا على ما حصل، وليتنا سمعنا كلامك وليتنا لم نأخذه معنا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هيقولوا بقى إيه لأبوهم سيدنا يعقوب؟ قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. شوف بقى بيردوا يقولوا إيه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني أنت مش مصدقنا ومش هتصدقنا حتى لو كنا صادقين. وسيدنا يعقوب نبي، أوحى الله إليه وعلمه وعرفه أنهم يكذبون عليه. حتى بعد كده يقولوا لسيدنا يعقوب إيه؟ طب شوف القميص بتاع يوسف عليه أثر الدم، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سيدنا يعقوب بيقول لهم: الدم اللي موجود على قميص يوسف، أنتم تزعمون أنه الدم الذي أكله الذئب وتبقى أثره على قميص يوسف، أنتم تكذبون علي في هذا. وجاءوا على قميصه بدم كذب، فسيدنا يعقوب قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنتم تسولون الأمر وتكذبون علي،
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني إيه فصبر جميل؟ هنتعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. هروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.